مرحبا، اليوم راح نتعلم بوورد كيف نقدر نقسم الدوكيمنت لعدة أقسام، وكل قسم يكون عنده ترقيم بيج نمبر مختلف عن التاني. أنا عندي دوكيمنت مؤلف من 9 صفحات، بدي أول 2 pages يكونوا بدون ترقيم، بيج نمبر 3 و 4 و 5 يكون ترقيمه رومان، وبيج نمبر 6 7 8 9 يكون ترقيمه ترقيم عادي 1 2 3. لكن عندي 3 أقسام. أول قسم مثل ما قلنا هو أول صفحتين بدون ترقيم، فبما إنه بدون ترقيم ما بعمل شي فيه. تاني قسم قلنا الصفحة رقم 3 و4 و5 بدي ترقيمهم رومان، لأنه هيدا قسم مختلف، وهيدا القسم بلش من الصفحة رقم 3، بحط الكورسر بأول الصفحة رقم 3. وكيف بتأكد إنه موجود بأول الصفحة وإنه هو بالصفحة رقم 3؟ بتطلع بلاقي إنه page 3 of 9، يعني أنا بالpage 3 وهيدا الدوكيمنت ألف من 9 pages. بدي أقسم هيدا الدوكيمنت، بروح على page layout breaks وبختار next page. هيدا الدوكيمنت انقسم هلأ وصار مقسوم لقسمين. كيف بتأكد انه انقسم؟ بعمل دبل كليك فوق بالمحل الفاضي بقشع انه صار عندي section 1 وsection 2. تأظهر من السكشن بعمل دبل كليك بمحل الكتيبة بقلب النص وبظهر من السكشن. لكن صار عندي قسمين، أنا قلت page 3, 4, 5 ترقيمة رومان، ومن page 6 بلش رقم عادي، لكن بدي انزل على page 6 وحط الكورسر بأول البيج، بتأكد انه أنا صرت بالpage 6، مبين page 6 of 9، وهون بدي يبلش القسم الثالث. فأقسم بروح على page layout breaks وبختار next page. كيف بعرف انه انقسم؟ بعمل دبل كليك بالمحل الفاضي وبلاقي section 3، لكن انا صار عندي section 3 section 2 section 1. اذا بتطلع ب section 3 عمالة اليمين على الاخر بلاقيها same as previous، يعني هي مثل اللي قبلها. انا بهيدي section بدي يكون الترقيم مختلف عن اللي قبلها، فانا بدي ألغي اللينك أو الارتباط مع السكشن اللي قبله. بألغي اللينك، بحط الكورسر جوا وبلاقي إنه منيو جديد بين، هو الهيدر أند فوتر تولز، بقلبه مضوى بالأزرق لينك تو بريفيوس، بطفيه. لغيت اللينك من سكشن 3 التابع للسكشن 2، لغيتها من فوق. كمان بنزل من تحت بلاقي إنه هيدي السكشن بعدها مرتبطة باللي قبلها من تحت، فبيجي كمان وبطفيها link to previous. section 3 صارت قسم لوحدها، بطلع على section 2 كمان بلغي اللينك من تحت وكمان بلغي من فوق من ميلة الهيدر، بطلع على section 1، لكن عندي section 1 صار section 2 منفصلة عنا وsection 3 كمان منفصلة. هلأ ببلش الترقيم. أنا الترقيم بدي إياه يبلش من section 2، بحط الكورسر بقلب section 2 بالهيدر أو بالفوتر، وبروح تبلش دخل الترقيم، بروح على insert بختار page number. أنا بدي الترقيم يكون من تحت، بقول له bottom of the page، وبدي اياه ترقيم من تحت بالنص، بختار plane number 2. بلش يعدل لي، اذا بطلع اول السكشن 2 بلاقيه انه بلش يعدل لي السكشن 2 من 3. انا بدي اقول له انه رجع بلش عد من 1، فبروح بالheader and footer tools page number format page number وبقول له بلش عد من 1. بس ما خلصنا هون،
أنا قلت إنه السكشن 2 بده يكون ترقيمة رومان، فبروح على نمبر فورمات، ومن نمبر فورمات بنبش وين في الترقيم الرومان، لقيته هون I to I3I، بكبس عليها بقول أوكي. لكن سكشن 2 صار ترقيمة I to I3I. بيجي على سكشن 3، بالسكشن 3 بما أنه صارت منفصلة عن السكشن 2 ما في عليها ترقيم، بدي رقمها، بروح على insert وبختار page number bottom of the page، كمان بدي الترقيم من تحت بالنص، بختار plane number 2، بلش يعدلي من 4، بروح على page number format page number وبقله بلش عد start at 1، ما انه هيدا الفورمات اللي بدي اياه بخليه مثل ما هو وبقول له اوكي. بالنهاية هلا رح نشوف الدوكيمنت كيف صار. اول صفحتين هن سكشن 1 ما عليهم ترقيم، صفحة 3 و 4 و 5 هن بيمثلوا سكشن 2 عليهم ترقيم رومان، والصفحة 6 7 8 9 هن بيمثلوا سكشن 3 وعليهم ترقيم عادي. ميرسي.